وانا عايز اقول لك انا من عشائك اصلا ومن محبينك من ايام يعني عيون بيروت. تسلم لربنا يخليك ويا رب نعمل حلقه حلوه. نورتينا في مصر. يا اهلا وسهلا فيك، وبدي اقول لك الاليجنت اللي انت فيها اليوم، هالشياكه وهالمظهر الحلو. تسلمي ربنا يخليك. مش غريب ده عليك على فكره. والله بصي انا بحاول اكون يعني عند حسن ظن الجميع يعني، بس لقيت في الاخر ان احنا عندنا عشان تشتري اجنبي كافاليو ودولشا جابانا وده وده الاسعار غليت قوي، وانا في الاخر ده هاني البحيري ميدن ايجيبت. طب ليه على فكره على فكره انت اثرت الموضوع مع انه مش وقته دلوقتي، بس ليه ما صممت للرجاله؟ ليه تصاميمك للستات اكتر؟ سون ان شاء الله هتشوفوا لاين لهاني البحيري، لاين للرجاله، حاجه لطيفه جدا ومع السيدات، بس ده كانت يعني حاجه ام الاختراع، فانا اخترعت ده يعني. ايه بس حاجه هايله بالفعل يعني، انا شفت الاوتفيت مره كولكشن. هاني كيف طقوس رمضان معاك؟ كيف بتمارس الشهر؟ بصي هقول لك بامانه، طبعا انا شهر رمضان بالنسبه لي ده شهر يعني، انا كنت قبل كده شهر اللي هو الاوف في السنه اللي انا بصوم رمضان وتعبد والحمد لله رب العالمين، صلاه وصيام وكده، وكان بالنسبه لي الاوف سيزون اللي انا كنت بقول احلى شهر في السنه، باخد فيه اجازه شويه مثلا بشتغل لغايه الساعه 4 5 وبعد كده بعد الفطار ببقى فري. دلوقتي بقى الشغل اختلف خالص والحياه اختلفت والظروف اختلفت، فبنشتغل 24 ساعه في 24 ساعه، بس انا رمضان هو رمضان بالنسبه لي يعني، صلاه والصيام والتقرب من الله حسن طبعا وقراءه قران الحمد لله رب العالمين. وفي طبعا حاجه ما كنتش بحب اقولها خالص، بس انا يعني بقالي يمكن فوق الحاجه و20 سنه ان احنا ليله رمضان دايما بنكون في المدينه المنوره. الله. انا ووالدتي ربنا يديها العمر والصحه، يديها العمر يا رب. خالي كان معانا الله يرحمه، ودايما كانت العيله كلها تتجمع نبقى في المدينه ليله رمضان، نبقى 5 ايام في المدينه المنوره عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعد كده 5 ايام مكه. دايما مش بقول لاي حد انا طالع اعمل عمره، ولا يعني احب اعمل كده. صح، لانه ما بنشوف حتى ليك صور بتتصور وبتقدم. علاقتي بربنا مش عايزه ان انا اثبت للناس اقول لهم انا بعمل عمره، بس انا ايه قلت والله يعني واي نوت ان احنا نقول الكلام ده، عشان انا فعلا الايام دي بقالنا سنتين ما سافرناش عشان ظروف الكوفيد وكده، فانا بدات نفسي ازور ونفسي اروح مكه المكرمه ونفسي اروح المدينه المنوره، فان شاء الله يا رب ربنا يا رب ان شاء الله لك هذه الأمنية ان شاء الله ربنا يكتبها لنا رب يا ان شاء رب. الله مستعد تبتدي بحلقتنا؟ ربنا يستر. اه مستعد. يلا هنبتدي بعلى عمك، هو عنوان المحطة الأولى. على عمك كده عندنا الثلاث صناديق اللي انت شايفهم قدامك دول، هتختار صندوق. بس هقولك حاجة، الأسئلة الموجودة في أي صندوق هتختاره انت مجبور انك تجاوب عليها كلها دون استثناء. طب لو في سؤال انا مش عايز اجاوب عليه هعمل ايه؟ والله انت وحظك على عمك. ما انا قلت لك على عمك. انا بحب الاميرالد وان شاء الله الجرين يبقى حظه حلو، حظي حلو معاه ان شاء الله. يلا اختار. افتحه اختاره وتديني الظرف. طب انا هبص بسطه الاول. لا 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 لا. طيب. مش عاوزاك تذاكر. مش هذاكر. طيب اتفضل يا حبيبي.